Bang bang. Bang bang. You shot me down. Bang bang. Bang bang. لكن مش بمعنى أن بين التوانسة والليبيين شيء، لأنه موش ممكن أبدا يحصل بين الليبيين والتوانسة شيء. احنا أكثر من شعب واحد. احنا التوانسة نعرف أن الخير جانا من جهتكم يا أخي. الفتح الإسلامي ما دخلش على جهتكم أنتم، والفتح متاع عام 27، والفتح مع 42، وعقبة بن نافع عام 50، وبعثة الفقهاء العشرة عام 99، كلها جاتنا من جهتكم. المذهب المالكي اللي احنا نعتزوا به وانتم تعتزوا به، جابوه لنا ولدكم علي بن زياد الليبي، اللي مشى للمدينة المنورة وتعلم على الإمام مالك وخذ الموطأ وجابه لنا لتونس، وهو اللي كان وراء فكرة إحداث مؤسسة تعليمية تنشر مذهب الإمام مالك، وكان وراء فكرة إقامة الزيتونة وجامع الزيتونة، لكم فضل في فكرة إقامته. أنتم كنتم معنا في تاريخنا، وصفحات التاريخ البيضاء اللي عرفناها في تونس مرت على أيديكم يا أخواني من ليبيا. يا أخواني، الخبز الطرابلسي جاتنا من عندكم، وكاس التاي الطرابلسي جانا من عندكم، والحبيب بورقيبة جاء من عندكم، أعز وأشرف وأكرم من كونكم تتلقاوا راي من غيركم. أنتم تعلموا في التاريخ، علمتوا البشر وعلمتوا الناس يا رجال. ما تستهينوش بليبيا على خاطر 40 سنة تعدات عليها عطل طاقاتها. ما تستهينوش بهالبلد العظيم. أكبر قطعة في شمال أفريقيا هي ليبيا. أكبر ساحل في شمال أفريقيا هو ساحل ليبيا. أكبر خيرات موجودة في ليبيا. قدراتكم باش تولوا تشعوا على أفريقيا الكل تجعلكم ما تستهينوش بقدرتكم على أنه يوم الأيام تجتمعوا فيما بينكم، تسبوا بعضكم وتقرصوا بعضكم، ومن بعد في وقت من الأوقات تقولوا للعالم احنا أرجل من كوننا نتفرقوا. نخدموكم وعلى رأسنا وعينينا، والأرض أرضكم ومتاعكم، واللي يقول لكم كلمة جو ما هوش تونسي وما هوش راجل. انتم في بلادكم أهلكم وماليكم أعزاز كرام، وحتى حد ما عنده الحق باش يستهين بيكم، لأنه أيام عزكم غالبة على أيام الفرقة. كنتم دائما وأبدا على مستوى الحدث التاريخي، لكن هذا مرض عارض لن يدوم. ما يحصل في طرابلس اليوم وفي ليبيا شمالها وشرقها وجنوبها أمر ما هوش دائم، لكن نحبه يرجع إلى نصابه بأقل ما يمكن من التضحيات وأقل ما يمكن من التكاليف. وأنا وقت اللي نقعد مع الليبيين نحس روحي مرتاح ومطمئن، لأنكم التوانسة عنده سبعة فيلموات ولا راسه وقت اللي يتكلم. الليبي ما عنده حتى فيلم. اللي يقولوا في صندوق وفوقه، اللي يقولوا هذا كان يقصده. احنا التوانسة رانا نعرفهم بلبزوا، انتم خاطئكم. ولذلك هنيونا على رواحكم، سمعونا اخبار طيبه عليكم. بانج 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 شات مي داون. بانج 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 بانج. ايش رايك سي عبد الفتاح مورو؟ والله يشوف واحد يمشي الليبيين ولا الجزائريين ولا المغاربه يحكي لهم على مآسرهم ويحكي بطريقه منقبيه مقبول، هم اللي في سب في بلاده ويقلب في التاريخ. توا قال لهم جامع الزيتونه اسو تعرف تعرف علي بن زياد عاش في القرن الثالث للهجره تقريبا. جامع الزيتونه تاسس عام 698 ميلادي، واسسه الحسن ابن نعمان فهمني الغساني، بعد ما خذوا معناها ارتدوا البربر 12 مره كما يقول ابن خلدون، وقع فتح افريقيا نهائيا من 647. جاءوا العبد الله سبعه ماهمش ليبيين، عبد الله بن ابي سرح هو جنرالي كان يقود فيهم، عبد الله بن زبير بن العوام بنت ولد اسماء بنت ابي بكر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن ابي بكر، يعني العبد الله سبعه هذوما. جاءوا سنه 646 و47 وفتحوا تونس. جاءوا بيان سور يجوا من ليبيا، وهو علي بن زياد هو اصله من العجم، تولد في طرابلس وعاش في تونس.
لكن هذاك جاء من بعد وسم هو صراع. ثم يقولوا تأسس جامعة زيتونة عام 1711، يقولوا ليه مش ممكن. ولا عيد عبد الله بن بحبحة يقولوا ليه مش ممكن، التوانسة مش يكونوا بلاش جامع خطبة، وهو أول جامع خطبة. وقعد حتى 1227 جامع خطبة، وقت اللي جامع الخطبة الثانية كان جامع القصبة اللي بناه أبو زكريا يحيى الحفصي، وأذن فيه في ليلة 27 رمضان 1227. يعني رد هو عمل جامع زيتونة، معناها 300 سنة من جامع زيتونة يمشي وكيكة بالدة، وانتم أسستونا وانتم جينا منكم خبزة طرابلسي بكاس طرابلسي، وإحنا كذابة توانسة وانتم مسكواسة. هذه عقلية الجماعة اللي يمنوا بالجماعة ما يمنوش بالوطن. هذوما الإخوانجية عندهم مجتمع الوطن، هذه حطها في بالك، ما يمنوش بالأوطان. الوطن ما يمنوش به، يمنوا بالأمة. والأمة بالنسبة ليهم معناها يغير علاش هما توزربوا براس السليانة ويخرجوا في مظاهرات على الطورة بولا، علاش؟ على خاطر يغيظوا أكثر واحد من البشاشنا اللي باشتون فهمتني، وما غيظوش السليانية ولا ولاد ماجر ولا فلاشيش ولا عيار ولا عبدة ولا مساليث ولا غيره. دونك يوليك، وهذه راه مسربها له واحد ليبي، خطاب قديم سربها له واحد ليبي في رمضان. يعني إنسان يمشي للليبيين وبتقول لهم احنا مشومين وبينا وعلينا وصفتا من نعطا وانتوما الكل وانتوما الاصل واحنا كاريكاتور بتاعك، وهو مش شاهم لانه ما يمنش بالاوطان وما عرفش تاريخ بلاده ولا يقلب في الحقائق. يرد هما اسوا القروان واسوا الزيتونه. القروان يا اخي معقول بن نافع، والغسان بن نعمان ما هو غساني كذلك، وولي على مصر، وعلي سيدي علي بن زياد تربى وكبر في تونس كما تقول ابن خلدون. من يمشي لاسبانيا يقول لهم ها انتم عملتوا لنا ابن خلدون، ها من عائله اندلسيه واصلا من حضرموت، يمشي اليمن يقول لهم انتم هكا، يعني نيمبورت كوا. معناها هذا خطاب بدائي شعوبي نتاع انسان يقرع في ذاته، واحنا تونس خد فخاحنا واحنا كذابه واحنا بينا واحنا علينا وانتم الطيارات وغيره. لا يا سيدي، تونس كانت مناره من منارات الحضاره، والليبيين اخوه، وأخوة في الدين وأخوة في الله وأخوة في الجغرافيا وأخوة فيما واحد، لكن معناها ما نجموش نطمسوا اللي قمنا به احنا تونس من عصر البربري القديم للعصر القرطاجيني العظيم لعصر حتى الروماني في الونداري في البيزنطي في العربي الإسلامي. القروان عندهم القروان؟ لا نجي نحكيو معناها. كيفاش عندهم؟ في احتراماتنا. في ارض مقدسه القيروان، في بلاد صحابه، اش تقول لي 7 من 16؟ التوا ما سناش القروان كي يتعداوا على بعض الاحياء يبسموا يقولوا ارواح الصحابه تقفى قبل لي. تقول لي 7 من 16. معناها وخطاب بدائي، وهم يغازلوا في فجر ليبيا وفي الاخوانجيه نتاع ليبيا، واخوانجيه ليبيا واضحين لانهم مسلحين. فهمتني؟ احنا عندنا هكا في الشعارات نتاع شباب اي هذوما غيرهم. دونك انا جو تخوف كي اكوتي دو لابلاك، وعلي بن زياد اسس الزيتونه، يعني راجل تولد 183 هجريه فهمتني، والزيتونه في 50 هجريه، والفقهاء العشره ردهم جاو من غادي، والعباد السبعه جاو بيان سور يجيو على ليبيا. منين باش يجيوك فهمتني؟ باش يجيوك على اسبانيا، بالك الدعوه المحمديه وقعت في اسبانيا، ما باش يجيو من الشرق نبتي الفتوحات اللي تتسمى مصر. يعني بكل صراحة أنا نرى أنه هذا النوع من الخطب يبين أنه كي يمشيوا البلد حظينة الجماعة أقوى من حظينة الوطن، وما ينجمش إنسان ما يفتخرش بالوطن بتاعه وببلاده والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العزيز. وإحنا في علاقتها مع ليبيا علاقة الند للند، لكن أخي باش تولي إحنا كذابة وسفلتة وأنتم هوايفتي، أنتم قتلوا يقتلوا في بعضها مش نو سيكوا، وأكبر واحد عندكم وأحسن بلاد وأجمل بلاد وأكبر طلعات من نوع أكبر بحار عندكم، منين يجيب في الحكاية هذه كل؟ منين يظهر لي نهارتها شرب البن قرص، دونك اسطل إلى حد ما، فهمتني؟ زودها على البن، إيشي بوغ سا اللي يقف سي عبد الفتاح مر مسمي روحه شيخ ويحكي حكايات ما أنزل الله بها من سلطان، فهمتني؟ تونس هذه تؤنس القلوب ومن أجمل بلاد الدنيا وأجمل بلاد في العالم، ونتحدى أي إنسان يجي غير حتى سوفينية نحي يجي كل شيء نعطيك. أنا مرة قاعد في ميامي تلفت لي أخ سوري مسيحي قال لي أخ سفيان هذه جنة، قلت له شو جنة؟ قلت له نهزك الحمامات وسوسة تشوف الجنة شنية، دخل الجوجل لقيتها قال لي ولك شو عندكم أنتم هون في تونس؟ قلت له من شو تحكي؟ عندهم الكسور، عندهم ولاد عيار جل حمادة، عندهم الفلاشيش الفلاكسيس القبيلة التاريخية الكبيرة اللي من العصر البربري القديم لحد الآن تلعب في دولة كبيرة في الثورات. يعني عيب عيب كما قال ابن باديس بن عليه بكري، قال شعب الجزائري مسلم وللعروبة ينتسب، من قال خاد عن أصله أو من قال خان فقد كذب. فهمتني؟ مش باهي الإنسان يجي يطمس التواريخ ويردها هكاك. تقولوا أنه تونس وليبيا علاقتهم
كيما علاقة الظفر بالحمد، مش علاقة السردينة بحكة السردينة، نمشي معك، وتقول يا داخل بين الظفر والحمد، يا خارج من تونة، نمشي معك، وإحنا عندنا رئتين، واحدة اسمها الجزائر، واحدة اسمها ليبيا، واحدة مليزة، واحدة لاباس، سامحني، كنت حاب نمشيو، دون لاناليز جيوبوليتيك، نقولوها هكي، دونك الحق بكل صراحة مرة أخرى يبين أنه إخوان المسلمين لحد الآن لم يتسربلوا بلباس الوطن، وما زالوا في لباس الجماعة، وما زالوا في رؤيتهم المودودية، وفي رؤيتهم الوهابية ولا الوهابية، وكذلك ليس حتى الحسنية معناها نتاع حسن البنا بعدوا عليه مشاو رؤية القطبية فبي منبع حسنية، لأنه حسن البنا كان عنده بعض قومي حركة نتاع وضباط الأحرار لما قاموا بثورة نتاعهم في شكل انقلاب على نظام فاروق كان فيهم اخوان مسلمين وبينهم السادات ذاته، وكانت علاقاتهم متوتر إلى حد كبير لأنه كان ثم بعض ثم وقع الانقلاب القطبي، والانقلاب القطبي جاء من الانقلاب المودودي، وهذوما معناها وصلوا توا في عوض احنا نشبع أولادنا بتونس. البارح قعدت مع أخويا سمير بن علي وقعدنا نحكي وقلت له يا سمير ولما ثم وطن كان تونس وما ثم ايديولوجيا كان تونس وما ثم انتماء كان تونس وما ثم غلو كان في حب تونس، قال لي انا معك سفيان، قلت له يزينا من هذا يحكي لي على الشرق ولا يحكي لي على الغرب، لا تونيزي اترنال اللي فيها كل شيء، فيها التاريخ، فيها الحضاره، اخواننا على حدودنا في الشرق والغرب، وهاي ايطاليا يا اخي، ايطاليا مش قريبه يا اخي، احنا توا اقرب لايطاليا من مناطق اخرى في تونس، هما بحدان هنا يمشي الواحد ايطالياني يقول لهم اه جراسا فو جا شبيون وحطم قرطاج اه جراسا فو، لا احنا كنا منبع حضارات رهيبه، هي كاس ترابلسي نيمبورت كوا، لا الخبز الترابلسي انا نحب انا عشت في ليبيا ونعرف ليبيا بالكدا، معناها وسي عبد الفتاح مرو انا هي الي بانه تعرف وقتاش كي كانوا قبل جماعه النهضه يمشيوا لخيمه القذافي معناها بور فير لومون خلينا نقولها سفيان، ويمشيو ويتودوا القذافي من اجل انهم ياخذوا بعض الاموال. اليوم نفس التصويره كانه اليوم انكسار امام الشعب الليبي، الشعب الليبي على راسه على عينه، لكن هذا الانكسار وانك اليوم تشوف يا خويا برا مادام هي احسن بلاد برا عيش فيها برا عيش وحرم فيك الجبه التونسيه برا البس جرد ليبي واقعد قعمز غادي قعمز والله قعمز 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 كل من بطبكه وفكك من تونس. قل الاخ احنا كيما نقولوا بالبربري نقولوا بدا ملس عرفت وقت اللي يجي يشد الملعقه ويبدا يملس على بعضه مش يخدم فيها فينو يبدا يملس ونسى روحه شتي ولا خالب، هذيك مشكلتهم مع الوطن. ثم ناس كي تقول لهم تونس وعظيمه ساعه كي تقول له تونس وقت حنا بعد وقرطاج وغيره يدوين يدوين ويزيدك تقول له حنا بعد شهيد كيفاش ها والهابي جاي باش يقتل توانسه وباش يفجر الزيتونة وباش يفجر القروان يعتبروه شهيد ابني ذاك بتاع شبابي وشكري بالعيد يقولوا من الأموات ورحم الله الأموات ويقولوا شهيد شهيد أما أنتخ نو هذه مسألة. شوف هذوما يمنوا بالتمكين ويمنوا بالجماعة ويمنوا بالعقيدة والقبيلة والغنيمة وبالتالي يحرفون التاريخ. العظامة في ابن خلدون، شوف شو كتب ابن خلدون على تونس، العظامة في ابن رشيق، شوف شو كتب، العظامة في الحصري اللي كتب معناها يا ليل الصب ومتى غدر، وكتب اجتلاح الجريح وقت اجتلاح القريح واجتلاح الجريح لما توفى ولده، وكتب المعشرات 10,000 بيت، العظامة في هذوك اللي الانتماء إلى الوطن بالنسبة لهم حاجة أساسية. تعرف اللي ابن خلدون لما مشى قبل تيمور لنك الأمير تمر هو تخبى في دمشق وهبطوا جماعة مهمني حصلوا يهزوا في القفة التيمور لنك، قالوا له ابن خلدون متخبي هنا، من بعد جاوه قالوا له لو نشد عليك، هبط في شارع ومشي قابله، من بعد ما قابل الأمير تمر هز كتب ورقة وقرطاس قرطاس وقلم وكتب رسالة للأمير الحفصي أنذاك، قالوا راني قابل تمر وحكيت أنا معه هكا وهكا وهكا، ويذكر تونس معناها اللي يقول هي مرقد الأجداد ومنبت الأولاد فهمني. دونك هنا بكل صراحة أونكور أون فوا الناس هذم أنا شخص أنا نرى أكبر مشروع عندنا نعملوه تو نعملو صناعة نعملو حليب اسمه حليب تونس ونرضعوه للسياسيين ثماشي يحنوا شويه ونمشيو لديارهم نهزهم شويه وحنا مكتوب عليها تونس ونحطوها على العتبه نتاعهم ثماشي ما يحنوا والله غالب معناها ابتلينا باناس لا يؤمنون بالوطن ويؤمنون بامجاد الاخر فحسب. هذا هو ماذا بينا كما قلت انت سفيان ماذا بينا نصدرهم الطبقه السياسيه هذه ولا ما تبقى من طبقه سياسيه. واليوم مثال سعد الفتاح مرو كان يحب يتكلم مثالش ينجم يدخل معنا وينجم خلينا نقول له يوضح لنا، لكن انا نحب نذكرك سفيان وان ذكر تنفع المؤمنين، انا نذكر توينس الكوليكا في كلام عبد الفتاح مرو وقت اللي كان يتكلم مع هذاك كشيخ هذاك بتاع بور البعير وجدي غنيم ذكر اش قال ولا قال له ما حشناش بهذا ما حشنا بولادهم حشنا بولادهم وحشنا
الى ما اخر ذلك. هذاك كلام يقول من... يقول حتى سيدي بلحسن قال هكا وقت كان يحتفوا فيه يقول بتوجيه ولادكم يعملوا وحاجات كيما هكا يعني بكل صراحه يسد فوالي يسي ميزانو كشر على انيابه. شوف انا عندي حاجتين، انا ولا نمن بالوطنيه قبل الديمقراطيه، نمن بالديمقراطيه لكن نمن بالاوطان قبل الديمقراطيه. حب الوطن من الإيمان. فهمتني؟ والسيد محمد صلى الله عليه وسلم كان عربيا ينطق باللسان العربي ويغير على العرب، والفتوحات الإسلامية لما خلت حرب بيزنطة وحرب فارس في اليرموك وفي معناها القادسية وغيره، هذه حاجة. ثانيا نمن كذلك بأنه الانتماء لا يمكن والتطرف لا يمكن أن يكون إلا في حب الوطن، واللي حب غيره تعرف معناها وش قاعد يقول لنا، تعرف أن كيت العطروس جيفة ما مصارنه حلال ولا فهمت كيفاه؟ معناها هاكا مصارنكم حلال انتم يا ليبيا، وهاكا في المطلق احنا ضد الهاب وغيره. ليبيا شنو جينا منهم في السنوات الاخيره؟ جينا منهم كانوا باي والكرات حاجه. باي والكرات. وجينا عبد الحكيم بالحار، وجاونا فجر ليبيا، وجاونا معيش منصار الشريعة، وجاي الدواعش وجاو غيره. ايها هاكا عاد تمشي للبكري، تفكر تو ذكر فينا ذكر تنفع المؤمنين. هنا اونتر نو السيد يسي اوبليي وتصرف كانسان ينتمي الى حضنة الاخوان وليس الى حضنة الوطن، وتلك الطامة الكبرى، لانه في تونس قضية الوطنية مطروحة من جديد في الاقتصاد وفي التعامل مع الخارج وفي الهوية وفي التاريخ في كل شيء. وقال لك العام الميداني يرحمه اتقول لنا قرويا عربيا عندي جان. عندي جان إيه يا سخف الزمان أكذا المجد وهان أسألي قد ترجع عنا يوم كنا أمما من نبني الحضارة. هذه رسالة لك أنت سعد فتح مورو تلاتوني زيتو لام وتلاكيت